قال وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي إن بعض أصحاب النوايا غير البريئة ينشطون في الخفاء قصد عرقلة مسار الخروج من الأزمة في وقت تسهر فيه السلطات العمومية على استكمال بناء المؤسسات والاستجابة لمطالب الشعب. يأتي هذا على هامش تنصيب رئيس محكمة التنازع عبد الحميد حسن اليوم بمقر المحكمة العليا بالأبيار في العاصمة. في الوقت الذي تسهر فيه السلطات العمومية على استكمال بناء المؤسسات وتعمل جاهدة قصد الاستجابة لمطالب الشعب الذي انتفض عن حق مطالبا بالحياة الكريمة، أخذ ينشط في الخفاء بعض ذوي النوايا غير البريئة قصد عرقلة مسار الخروج من الأزمة الذي وضعه على السكة أشراف هذا الوطن، يتحركون في الظلام تحت راية شعارات براقة في مضمونها في مظهرها لكنها خبيثة في جوهرها، واندسوا تحت أغطية واهية مستغلين براءة الذين تشتعل إرادتهم لخدمة الوطن، مستغلين حسن وياهم شر استغلال.